أهلا بكم مشاهدينا الكرام ببيروت اليوم. أستضيف في حلقة حوار بيروت اليوم عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. أهلا بك دكتور علوش. أهلا، طبعا سنتحدث بآخر التطورات بطرابلس، للأسف عم تتكرر كل مرة، وكثير من الملفات الأخرى المستجدة على الساحة اللبنانية. إذا أبرز الملفات اللي رح نناقشها معا هي: هل خرجت أوضاع طرابلس عن السيطرة المحلية وباتت في عهدة الخارج؟ هل نحن أمام مأزق قد يحول دون إجراء الانتخابات النيابية؟ هل تعيش 14 آذار آخر أيام تحالفاتها؟ دكتور علوش، آخر مرحلة أو آخر إشكال كان بالرقم لائحة الإشكالات رقم 15، على أساس أنه قد يكون الأخير، وسمعنا هيك تمنيات وأمنيات من قبل المسؤولين بأنه إن شاء الله ختم الجرح بطرابلس. لماذا تجدد بالأمس؟ ما الذي حصل؟ ما هو حقيقة ما حصل فعلا؟ لأن هلأ مش فهمانين شو اللي صار. يعني بعلمي كنا معودين على إشكالات بتصير بين جبل محسن وباب التباني، كيف فجأة صار الإشكال داخل البيت الواحد إذا فينا نقول؟ بلك يا يمكن يكون تفاجئوا الناس، لا حصل امبارح امر طبيعي، طبيعي جدا، امر طبيعي قوسوا على بعضهم، طبيعي بعالة. طبيعي جدا جدا، بالعكس العكس الامر هو الغير طبيعي، انه يكون في امان وسلام. لانه عمليا شو اللي صاير عنا؟ عنا مجموعات من المسلحين موجوده بالشوارع وبتروح وبتجي تحت مرأى السلطات الامنيه وتحت مرأى السلطات السياسية بدون ما حدا يرضع وبدون حدا محل، وفي العشرات لا بل المئات وربما الألاف من مذكرات التوقيف موجودة بحقها، ومع هذا وكله نحن ماشيين بهالوضع هذا. أنا بالعكس مبسوط إنه بس هيك حوادث عم تصير، ما عم تصير أكثر من هيك. امبارح اللي صار منه لا حادث مدبر ولا له علاقة، وهذا الأسوأ إنه منه حادث مدبر. مع يعني هيدا اللي بيعني انه هيك نوع من الحوادث قد تحصل باي لحظه من اللحظات وتكبر اكثر، تكبر او تصغر او تتوقف. ما هون المشكله، المشكله هي ما عالجنا السبب الرئيسي. كلنا عم نتوهم انه عم نعالج، منقول شدنا الامن عظيم ضروري 100%، لكن تطبيق القانون ما عم يتم. يعني لما انا بشدد الامن وبخلي المسلحين فالتين بالشارع وما ما ما بتتصرف معهم. لمين هودي المسلحين اللي بالشارع؟ يعني البعض بيقول انه في اموال عم توصل لهم، في سلاح عم بيوصل لهم. من مين؟ تيار المستقبل متهم بانه هو عم بيغذي بعض هذه تيار المجموعات. تيار المستقبل منتقد باوساط هؤلاء المسلحين انه لا يغذي ولا يعطي، وأنه هو واقف بشكل واضح ضد حملة السلاح وضد السلاح بقلب المدينة. وأنا بشكل مباشر، أنا مسؤول تيار المستقبل بأرض طرابلس، انتقد بشكل واضح وفج وبعض الأحيان سفيه ما عم تلبيهم بهالخصوص. هيدا المعلومات والمعطيات موجودة بإيدان القوى الأمنية والقوى المخابراتية الموجودة على الساحة، من مخابرات الجيش للفرع المعلومات للسلطة السياسية الموجودة، وهن بيعرفوا بالتفاصيل وبأكثر من مناسبة. ليش هذا هو السؤال. في عنا نحن حكومة بغض النظر شو ما في منا، بغض النظر شو ما لا تقوم بمسؤوليتها، لا بل انه بعض اعضاء الحكومه ومسؤولينا لهم مسلحين موجودين بقلب الشارع وعم يرعوهم بالمال وبالسلاح. مين؟ ما رح سمي ولا اسم، ما رح سمي ولا اسم. هاي المعلومات موجوده، انحكت باكثر من مناسبه من قبل القوى الامنيه المسؤوله عن المدينه. قلت معي من حوالي كم مره؟ من حوالي 6 شهور تقريبا أنا او اكثر، طلعت على معي على هالبلاتو وقلت هيدا الكلام. مزبوط. وشو طلع؟ وطلع حدا من عند مكتب الرئيس مئاتي طلع استاذ فارس الجميل مدير مكتب الاعلام، انه هيدا تحولت الى ونفى هذا الموضوع، وقال هيدا اخبار. ما نفى هيدا اخبار. صار اخبار، ورحت على النيابة العامة التمييزية. نعم. وأعطيت المعلومات وتمنيت على النيابة العامة التمييزية الاستمرار بفتح الملف إلى الآخر والوصول إلى حقائق الأمور. ايه؟ وانتهت القصة هون. ما تكفى الموضوع، ما تكفى ولا شيء أبدا. وأنا بالحقيقة سمعت كلمات بعيدك الوقت أنه
هذا موضوع شكلي عم نعمله بس لتكملة الموضوع. والقوى الأمنية والمسؤولين والضباط الكبار قالوا بالأسماء مين وكيف وبأي طريقة. طيب إذا كل هالمعطيات هيدي موجودة، يعني اللي عم بتقولوا ما في قرار رسمي بتوقيف هذه المجموعات أبداً. موجودة داخل طرابلس بسلاحة ولا شيء، ربما بارتباطها ما بعرف بمين مرتبطة، حتى المطلوبين بيناتهم ما عم يتوقفوا. أنا ما عم بحكي السلاح، إذا بدك تجي على أمس السلاح طبعا الألاف من الناس عندهم وكل شيء أوكي. حمل السلاح بالبلد للأسف منه ضد القانون، حتى سلاح غير منه ضد القانون، عمليا هو ضد القانون من ناحية القانون. ولكن اللي بحقهم مذكرات توقيف، أنا بدي أسأل ليه ما عم يتم أخذهم إلى المحاكم؟ أنا ماشي طبق القانون، هذا هو السؤال، يجب تطبيق القانون. امبارح باللي صار تم توقيف حدا من اللي اطلقوا النار؟ ومع انه الاسماء معروفه واحد 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 واحد، يعني انحكى حتى يعني الرئيس عمر كرامي قال ما بدنا نتهم حدا ولا نتهم حدا، وفي جهه مجهوله هي اللي ارتكبت هي مش هذا مجهولة. الجرم صحيح، هي بالتاكيد مش مجهوله، اكيد كان في شهود، يعني الناس كانت عاجعه بهالاعتصام اللي كان صاير. مدينه في 400,000، ولكن نحن ضايعة بعلاقاتنا الاجتماعية، ما كان حدا ملستم، سيارات معروفة شو أرقامها لمين، المسلحين موجودين فيها إن كان مع الوزير فيصل الكرامي وإن كان بالمجموعة الأخرى الموجودين. طيب وين المتابعة بهالقضية هيدي؟ هلأ بدهم لأسباب سياسية يضبوا القصة، مع أنه في جريح بمرحلة الخطر الشديد وفي عدة، هم نحكي أنه في عدة جرحى، والبلد جرحت جرح جديد أدى إلى ضرب المصالح وإلى آخره، كل هذه التفاصيل ما بقى حدا يسأل، لأنه الناس شغلة موقف وموقف بتقلك شو لح يزيد على القصة هيدي. نجي أنه نحن لأسباب مجهولة قد تتعلق برؤية العلاقة بالمصالح الانتخابية والسياسية، بنقول أنه ما بدنا نكمل بالتحقيق. شو هالحكي هذا؟ يعني ما بدهم يزعلون لحتى ما يصوتوا لهم او لحتى يصوتوا لهم بالانتخابات المقبله، ما بعرف شو الاسباب وشو الهدف وليش. ولكن هلا برجع على اللي قاله الوزير وزير الداخليه امبارح بقلب طرابلس، هناك تقصير واضح من القوى الامنيه. لما بيقول وزير الداخليه هذا نعم الكلام هو المسؤول دكتور علوش، نعم يعني وهو المسؤول، نعم طب مين مسؤول؟ يعني اذا الدوله مقصره والوزير المعني عم بيعترف بتقصير الدولة، يعني مين مطلوب من مين انه يعمل؟ مين معناتها مين المقصرة؟ معناتها السلطة السياسية. إذا السلطة السياسية مقصرة أو متواطئة معناتها هي منا نافع أن تكون بمحلها. طب قال سابقا وزير الداخلية لما السياسيين بيرفعوا الغطاء عن هالمجموعات المسلحة فعلا لا قولا تنحل القصة بطرابلس. طيب ماشي الحال، ليش ما صار في رفع غطاء فعلي؟ طيب في عندك كتير، يعني خلينا نوصل لمرحلة إذا المسألة قصة فيها قتلة وفيها جرحى، لو كان ما بقى فيها مسايرة سياسية، فلتتفضل السلطة السياسية وزارة الداخلية، رئاسة الوزراء، وزارة الدفاع، فخامة الرئيس اللي بدك اياه، تروح تشرح وتفضح الناس المسؤولين على الوضع هذا، يتفضل يقولوا بوضوح في هالمجموعة السياسية وهالقوة السياسية وهالفلان النائب الفلاني أو الفلان السياسي هن مسؤولين بهالتفاصيل عيدة، حتى الأصادة. لو وصلت الأمور أنه أنتوا يعني أول واحد تكونوا تنلاموا أو ينوقف حدا من قبلكم. أنا شو صفتي بقلب طرابلس؟ أنا منسق تيار المستقبل بقلب طرابلس. إذا تيار المستقبل ملام، مين رح يلام بأول شيء؟ حضرتك. أنا مزبوط، أنا بطلب من القضاء وبطلب من انه يجوا يطلبوني اذا كان انا في علي شيء بهالموضوع هذا. انا بطلب، عم بترجيهم، ولكن الاساس هو طيب دكتور مين؟ انه الكل اذا تيار المستقبل ما له عليه. نعم. طيب مين في الرئيس نجيب ميقاتي بطرابلس. نعم. في الوزير محمد الصفدي. نعم. في ابو العبد دكتور محمد كباره، الاستاذ محمد كباره. الاستاذ محمد. نعم. كباره. طيب في الوزير طبعا فيصل كرامي، الوزير فيصل كرامي الرئيس عمر في حركه كرامي. التوحيد الاسلامي، حركه التوحيد في الاسلامي، حزب الله. حزب الله بطرابلس. نعم 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 بطرابلس بالتباني. نعم 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 اكيد نحكى يعني هذا الكلام، بس ما بعرف قديش في يعني معلومات دقيقه حول هيدي المعلومات. أنا عم بحكيها ومسؤول عنها، ولكن هي موجودة بوضوح
بالتفاصيل بالاسم لدى القوى الأمنية المسؤولة من مخابرات جيش إلى مخابرات. يعني لم تساعد أو لم تساهم الخطة اللي نفذها بلا ساهمت الجيش اللبناني والقوى بالوقت الأمنية. الحالي مؤقتا بتخفيف احتمال نشوء نزاع مسلح واسع بمنطقة باب التبانة، نقطع السطر. ولكن السبب بعدنا نحن، أنا طبيب بعرف أنه إذا أنت في التهاب بالجسم عالجتي الحرارة، أوكي، فينا نخفض الحرارة، لكن إذا ما استأصلنا أسباب الالتهاب بتبقى احتمال أنه الحرارة تطلع بأي وقت من الأوقات. إذا نحن عم نعالج عوارض المرض ما عم نعالج أسباب المرض. أسباب المرض اسمها بيتلخص بشيء واحد: السلاح غير الشرعي وتغاضي وتواطؤ، بعض الأحيان تغاضي وتواطؤ المسؤولين عن الأمن بقصة الحفاظ على الأمن من خلال تطبيق القانون. خلينا نرجع على الصعيد. سمعنا امبارح كلام هيك، العودة إلى كلام يمكن عنوان كنتوا رفعتوه أول من رفعتوه، نعم، كتيار مستقبل طرابلس منزوعة السلاح. معالي الوزير مروان شربل قال امبارح مشكورا، هذا مع أنه وقتها ضحكوا علينا، قالوا لنا أنه هذا شعر، وأنا سمعتها أكثر من مناسبة حتى بالاجتماعات المحلية بنعملها، أنه اللي عم تقوله هذا شعر وكلام شعري أو حلم. طيب ماشي الحال، إذا هذا أيضا منه حلم، لأنه في كابوس ماشي اسمه السلاح غير الشرعي، في هذا الكابوس أكيد بيمنع الحلم، ولكن فينا نردد الحلم لأولادنا أنه يعيشوا بأمان، وأنه الولد مش هو ورايح على مدرسته، أهله بدهم يكونوا دايرين لحتى يقدروا يلموه من الشارع لأنه خايفين عليه. هذا الحلم، أنه نعيش حياة طبيعية، ما بدنا أكثر من هيك. دكتور، هناك من يعتبر بأنه هذه المجموعات المسلحة، نعم، ويعني لانتماء الطائفي المعين تقف في وجه الفريق الآخر اللي بيحمل السلاح، يعني هي ضرورة تواجد اليوم بالساحة الطائفة السنية، خلينا نقول، بوجه الفريق اللي بيحمل سلاح آخر وهو من الطائفة الشيعية. دانيز، أنا هلأ هون لح روح اسمع ألف انتقاد، والفيسبوك اللي بده ينزل فيني مسبات قد ما بدك. ليش بدك؟ وسامع أبنم لحلك، هذا التطرف هو أخو هيداك التطرف، هو أخوه، بيتغزوا من بعضهم. أوف، ما أنك خايف، ما بعدوا يصوتوا لك بطرابلس. ماشي الحال، إذا بالنهاية الكلام اللي بيكون نابع من قناعة، أنا ما بدي أقول لك كلام شاعري هلا، قناعتي هذا التطرف هو أخو هذا التطرف، وأبو تطرف اللي موجود هلا عند السنة هو التطرف الموجود عند حزب الله. من خلق هذا التطرف السني؟ خلينا هلا، ما خلق في جهة يعني وراء. لا جهة ما فيها تخلق تطرف. أنا سمعت يعني سنة 2008 بعد الاجتياح المجيد طبعا حزب الله لبيروت، رحت على طرابلس بعد ما كنا محبوسين بالأوتيل، وقعد مع مجموعة من الجامعيين أساتذة الجامعة وكلياتهم بالخمسينات ومنهم صغار، وبعضهم كانوا أعضاء بالأحزاب اليسارية الشيوعية واللا طائفية والعلمانية كلياتهم سوا. سمعت كلمات، أنا وقتها كنت قاعد عم بحكي ب عدم اللجوء إلى السلاح والدولة، بتعرفوا هذا الريبرتوار العاطفي اللي منردده نحن ك14 إدارة على مدى السنوات الماضية. نعم. سمعت كلمات من هؤلاء الإخوان، أخذوني على جنب، قال بيني وبينك سلاح الشيعة ما لازم له سلاح سني مقابله. هذا عم بحكي من مين؟ من دكاترة، من دكاترة علمانيين. علمانيين. المسألة الأساسية هي، أنا ما بدي أقول مين أصل مين، يمكن كمان أصل السلاح تبع حزب الله هو تطرف آخر كان موجود قبل وغياب الدولة وكل شيء، كلياته هذا صحيح، ولكن بآخر النهار إذا بدنا نحل المسألة بدها تنحل كلها سوا. يعني بدها تنحل كل السلاح غير الشرعي. وأنا هلا عم أقول لك، أنا السلاح الموجود عندي من ضد حزب الله، هو زميله لحزب الله، هو زميله، أخوه بالرضاعة، زميله بالمقاومة؟ لا، زميله مش بالمقاومة، زميله بإنشاء حالة من عدم الاستقرار بقلب البلد اللي بتخلي انه البحث عن انتاج حالة مدنية عابرة للطوائف وعابرة للمجموعات ولا تسمح بإيجاد سلاح غير شرعي بقلب البلد هي حالة قائمة. اللي ما بيقول لك طالما الفوضى فوضى
مثل ما قال السيد حسن سنة 2006 بملعب الراية، قال قولوا لي وين الدولة لحتى نجيب ننتمي لقد الدولة. هيدا رجاء، هيدي محاولة دائمة أنه طالما ما في دولة نحن سلاحنا ما رح نعطيها. من يسيطر اليوم على طرابلس دكتور علوش؟ لا أحد يسيطر على طرابلس بالاسم، ولكن الفوضى، الإرهاب، الخوف، عدم وجود أي مرجعية حقيقية هو اللي مسيطر على مدينة طرابلس. من حمل الناس يعني عمليا فوق؟ الحمد لله بعد في عنا العناية الإلهية موجودة، ما في أكثر منها، هي الوحيدة. طيب عم بينحكى أنه السلفيين والأصوليين باتوا يشكلون القوى الأساسية بطرابلس، هذا اللي ذكرته جريدة الديار. نعم، خلينا إذا بدنا نحكي على الانطباع، من شوي كنا عم نحكي بالانطباع، الانطباع هو أهم من الحقيقة. الانطباع هو هيك، ولكن الحقيقة هي غير شيء، لأنه إذا منروح على الاستطلاعات الرأي اللي بتنعمل من تؤيد ومن تنتخب، منلاقي أنه هذه الحالة لا تشكل أكثر من 2.5% من أهالي المدينة، وثلاثة حتى ماشي. أوكي. ماشي الحال، طالما هيك الوضع يعني 97% من المدينة منهم مع الحالة، معناتها الواقع هو هيك. أما الانطباع أنه لما بتنزل 3% قادرة أنها تعطي انطباع أنه المدينة ما هيك مع سلاح، ماشي عامل لك هذا هو. طيب السلاح هو مين، مسؤولية مين؟ مين مسؤولية أنه يحمي المدينة من أن 3% تفرض رأيها على 97%؟ مين؟ دولة؟ الحكومة؟ القوى الأمنية؟ مظبوط، هذا ما في غير هون؟ في غير هون؟ ما في غير هون؟ طيب. والجهات السياسية والجهات طيب تدعم ماشي. هذه وعم بتغذي هذه المجموعة، هاي الجهات السياسية بدها تروح على الانتخابات، ما هيك؟ مظبوط ولا لا؟ ما بدها تروح على الانتخابات؟ مين بهمة أيدا 97% ولا 3%؟ سؤال. هلا ما بيشكو شيء، إجا 3% كمان كانوا لا كانوا مؤيدين. هيدا عكس هيدا، 97% من المدينة متضررة من 3% من المدينة، ماشي الحال؟ وأنا عم بحكي كل السلاح، هلا ما يعني مش بس السلاح الموجود هون وموجود، عم بحكي السلاح الموجود ببع المحسن، والسلاح الموجود بالتبانة، والسلاح الموجود بالقبة، ومنتشر بالشوارع وكلياته سوا. إذا هيك هو الوضع الواقع ماشي الحال، معناتها أنا عم بدعم 3% ضد 97%. هذا هو لهيك خلينا نقول لشو هالكذب على الممارس والنفاق الممارس. إذا بيتهموا أنه خلي السياسيين يسحبوا إيديهم أو يرفعوا غطاءهم، طيب الاجتماع السياسي اللي كان يتم بشكل دائم أو دوري عند الأستاذ محمد كبارة أبو العبد كان دائما يقول أنه رفع الغطاء عن هذا علنا. أنا بتقولي لي بالسر شو اللي عم يصير، خلي مين المعلومات، أنا ما عندي معلومات سرية، معلومات اللي عم تصير على الأرض موجودة لدى القوى الأمنية والسياسية بقلب البلد. ماشي الحال، فلتعلن هيدي الأسماء وتقول أنه فلان وفلان 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 هن عم يقولوا، خلي ساعتها الرأي العام هو اللي يحكم. طيب عظيم، جريدة الديار أيضا توقعت ازدياد العنف في الشمال وصولا إلى إعلان شبه إمارة إسلامية، هل الواقع سيؤدي فعلا إلى هذا الأمر؟ طيب. قال رئيس مئاتي قال من شي حالة شهر ونص أو شهرين وأثارت عاصفة على القصة هذه، أوكي تدخل الجيش منع إقامة قيام إمارة، ورجع بعدين ما نعرف يعني تفركش فيها لهالكلمة هيدي وما عارف كيف يقوم، يعني هو بتعرف كمان أنه يقف صعبة شوي بس يتفركش. أوكي طيب تفركش فيها للقصة وقال ورجع بعدين بلش يغطي وهذا. طيب إذا فيها الشيء هذا مين مسؤولية مين؟ مسؤوليتي أنا أني روح أعملها؟ أنا بوقف وبقول أنا قعدت معك وعم بحكي رأيي بالموضوع وعم حذر وعم أقول. طيب مين المسؤولية عليه؟ هاي السلطة الرسمية ولا لا؟ إذا كانت هي رئيس الحكومة تحرك بالأمس دعا طيب مجلس ماشي. الأمن المركزي إلى الاجتماع بطرابلس، هل هذا كافي؟ هذا هو السؤال، هل هذا كافي؟ إذا كان كافي معناتها ما بقى في خوف، وإذا كان منه خافي كافي معناتها لازم نعمل أكثر. هل مطلوب من المواطن بالمدينة أو القوى السياسية أن هي تشهر السلاح بوش حملة السلاح؟ سؤال، هل هذا هو المطلوب؟ هل هو مطلوب أنه حرب أهلية تقوم بالمدينة بين
من هم ضد حملة السلاح ويحملوا سلاح لحتى شو القصة هيدي؟ يعني في يا بنقول انه نحن في سلطة وفي حكومة وفي قوة أمنية هي المفروض انها تحمي المدينة وأبنائها من سلطة السلاح، أو ما في يا هيدا يا هيدا، يعني جد شيء يعني مسخرة وبيضحك الموضوع. دكتور، طيب وسط هذه الأجواء فعلا يعني صار السؤال يمكن أكثر جدي المطروح، رح تصير انتخابات وسط هذه الأجواء؟ ما بعرف كمان هيدا السؤال ما بعرفه. بتقولي لي بتصير ولا ما بتصير؟ هلا الموعد الانتخابات محدد 9 حزيران، والمفروض انها تصير بوقتها وهذا موعد دستوري، بس هلا انه رح تصير ولا لا، ما بسنه ال 75 من ال 75 لل 92 ما صارت انتخابات. ليش؟ لانه الظروف قاهره كان بهذاك الوقت، مزبوط؟ والظروف قاهرة ما بس أمنيا، كانت أمنيا وطائفيا واجتماعيا واللي بدك إياه. طيب هلا بتقولي لي هلا لوقتها شو رح يصير؟ شو بعرفني؟ إذا ما كان السبب أمني، في سبب آخر يعني متل. اليوم عم بينحكى عنه أفق مسدود أمام أي توافق لقانون جديد. واجب السلطة أن تجري الانتخابات بغض النظر عن أي قانون. أبدا، واجب السلطة أن تقوم بالانتخابات بناء على القانون اللي بتقره الحكومة. طيب ولكن يعني في مجموعات كبيرة من ضمن الجنرال عون قال انه اذا ضمن القانون الحالي ما في انتخابات، شو بيعمل؟ رح يطالب ما تصير انتخابات. بيطالب، بس انه لنفرض انه طالب، شو يعني يطالب؟ ما في مشكلة، ما هو المسألة، في يقول انه انا ما بشارك بالانتخابات. بدكم بعد قانون الستين؟ أنا ما بدي ولا خلي التيار المستقبل بده أي شيء ينطلق من مبادئ اللي بينص عليها اتفاق الطائف الدستور اللبناني، يراعي العيش المشترك، يعني المسيحي ينتخب مسلم والمسلم ينتخب مسيحي ممثل له. أي شيء خارج الإطار هذا معناتها رحيم نحو الفيدرالية. طيب ماذا عن هواجس المسيحيين دكتور؟ هواجس المسيحيين هي نفسها هواجس أي مواطن بقلب البلد بده يعيش عيشة كريمة. بس المسيحي ما بعد الطائف بيعتبر ويمكن تكرست عنده نوع من شعور بالغبن لحق بهذه الطائفة ما بعد اتفاق الطائف حتى اليوم. يعني هل تتفهمون هذا هذه المشاعر؟ 100% بدي أقول لك، من اتفاق الطائف إلى سنة 2005 مبدئيا هل كانت الطائف السنية تختار نوابة ولا يختارون عنجار وغيره؟ هل كانت دروز حتى تختار نوابة؟ جزء من النواب كانوا لا. بدي ذكرك بأحسن محل وقت الرئيس الحريري قدر عمل وقت انتصار عجيب غريب سنة 2000، مع أنه السلطة كانت ضده بهذاك الوقت بقانون اللي تسمى قانون غازي كنعان بهذاك الوقت، ماشي الحال. قديش طلع له وقتها من النواب؟ تلت النواب اللي ببيروت والسامي الباقي تسموهم ودائع. نتذكر هالقصة هيدي ولا لا؟ عمليا الغبن هو لاحق باللبنانيين بأجمعهم، وحتى إذا بدك تطلعي المسيحيين اللي كانوا ماشيين مع النظام السوري بهذاك الوقت كانوا مغبونين. بتقولي لي إنه الوزير سليمان فرنجية كان مغبون بهذاك الفترة؟ منو مسيحي؟ هل هو شو هو دينه؟ بوذي؟ منو مسيحي؟ كان مغبون بهذاك الوقت. إليل فرزلي نائب دولة الرئيس، هل كان مغبون انه صار نائب دولة رئيس بالمعطيات؟ التيار الوطني الحر ما كان مغبون، مغبون 100%. القوات اللبنانية 100%. اسمعيني، الكتائب المغبونين ما كانوا الطوائف، المغبونين الاحزاب هن، لا ولا الاحزاب، اللبنانيين اللي ما قبلوا يخضعوا لسلطة النظام السوري او عندهم خيارات اخرى. هول هن اللي هلا بنجي نطلع. نعم خلينا نطلع. ليش المسيحيين اللي رافضين او اللي شايفين انه هذا القانون اللقاء الارثوذكسي انه هو منه مفيد للمسيحيين، وانا منهم، وانا خليني اقول لك ببعض الاحيان بعتبر حالي يعني مسيحي اكثر من المسيحيين اذا من ناحيه الهواجس السياسيه اكثر بكثير، وبشعر بهالشعور هيدا وبصدق وبكل ما انا اللي عم بتطلعه وناقشته انا مع كثير من الاحباء
اللي بالقوى 14 إدار اللي راغبين وقبلانين أو بدهم القانون اللقاء الأوتوريتي وبعدهم بيضلوا كل حياتهم ما في خلاف على الموضوع ولا حيتغير الوضع هذا. أنا اللي عم بطلع فيهم، تعوا يا عمي، هل هذا القانون بيؤدي إلى بقاء المسيحي بأرضه؟ إلى التواصل مع المحيط تبعه؟ طب هن شايفين إيه دكتور علوش؟ طب هن أربع مكونات أساسية بهذا المجتمع المسيحي. لا منو شايفين بكركي وشافوا لا اسمعيني اللقاء الأرثوذكسي شايفين هو الأفضل لهم، ليش أنتوا يعني بتكون هو عندهم؟ خلينا بس نركز على شيء، في فرق بين صحة التمثيل الطائفي وصحة التمثيل الوطني. ما في شك إنه هذا القانون هو مثالي لأنه كل طائفة تختار الممثلين. التمثيل الحقيقي يتمثل في هذا المشروع. لا 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 مش تمثيل حقيقي، تمثيل الطوائف يتمثل في هذا المشروع. إذا أنت عم تطرحي قانون فيدرالي سياسي، ماشي طيب. ليش فيدرالي دكتور علوش؟ لا فيدرالي. أكيد فيدرالي. ليش؟ لا مش شو الفيدرالية؟ هي إنه كل مجموعة تكون إلى وحدتها السياسية المعينة. لما بيرتاح شريكك بالوطن ماشي وبيرجع بينسجم معك بالأمور الأخرى من منطلق هو مرتاح لوضعه. دنيز أنا عم نلف عن الموضوع، هيدي الكلام العاطفي هو منه حقيقي. منه كلام عاطفي. طب ليش كلام ليش ليش ما بت يعني ليش ما في تفهم لهذه المشاعر لدى المسيحي؟ انا عامل لك خليني يعني لما بيطلع بيقول المسيحي من وحده سياسيه ولا المسلم ب 64 نائب بيجوا عم نفهم الموضوع. هذا كلام شعبوي، هيدا اللي كلام اللي حضرتك عم تحكيه هو كلام السياسيين الشعبوي اللي هو بده يفوت الناس بالحياه كلها سوا. طيب لما بيقول المسيحي من وحده سياسيه، المسيحيه هي ديانه، أما المواطن ما له علاقة من وحدة سياسية. المواطن هو مواطن، في يكون وحدة سياسية بين مسيحي ومسلم ودرزي وبوذي وسنسكريتي اللي بدك إياه، كلياتهم بيقدروا يعملوا وحدة سياسية. أما كون المسيحية وحدة سياسية بحياة، أنا بتذكر المسيح قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذا اللي بتذكر أنا، هذا اللي بعدني حافظه على طول. يعني بدكم يعطوكم الأرسطينية؟ خلص بصراحة هيدا اللغة ولا هذا المنطق اللي حطوه شعبويي السياسي بقلب هالبلد، اوكي لا ما بدنا اياهم. ياخذوا كل النواب وينتخبوا النواب المسلمين كمان، بس ينتخبوا مسلمين وين المانع؟ يختار ماشي ما عم اقول لك، يطلع انا اللي عم اقول لك ايه، يطلع يقولوا انه هول النواب المسلمين، هل عم بحكي انا 14 ادار، ما عم بحكي عن جماعه 8 ادار. جماعه 8 ادار ما عندهم مشكله لانه واصلين انه خلاص يروح البلد كليته سوا، بس انا عم اقول لك 14 ادار المسيحيين يقولوا هول نوابنا المسلمين اللي بيمثلونا، يروحوا يختاروا. تقبلوا انتم يكون في سني على لائحه؟ نعم نعم مثلا نعم. القوات اللبنانيه نعم نعم نعم. وانا قلتها بقلب اجتماع لشباب القوات اللبنانيه، قلت لهم انا بدل ما تيجي تحرموا المواطن اللي هو مسيحي اوكي وربما ساكن وين ما كان باي مدينه، ويجي بيقول لك انا رؤيتي السياسيه هي من خلال تيار المستقبل او حزب الله او اللي بده اياه، اوكي او الحزب القومي او الحزب الشيوعي، انا رؤيتي انا بدي يعني انا بدي اترشح من خلال هالمجموعه هيدي وبدي مسيحيين ومسلمين ينتخبوني، بدل ما تيجي تقول اني انا بالقوات اللبنانيه بدي روح إذا استدرج ناس تفوت معي على القوات اللبنانية وبطروحاتها. لا لا منو كلامك حلو مثالي، منو مثالي بس منو الواقع مثالي. شو هو ما نحن عايشين مثالي. بحياة طائفية لما بيصير في تعيين منو مثالي هذا الحكي، هذا التعويز الوحيد الواقعية اللي بتأدي أنه نحصل حقيقة على مواطن لبناني مختلف الطوائف متأمل أنه المستقبل تبعي هو بهالبلد. أما إذا وصلنا لمرحلة اليأس من النضال اللي قام فيه البطريرك حويك سنة 1920 لا يعمل لبنان الكبير، ويجي يروح يضم من هون سنة ومن هون شيعة ويحطهم بقلب يضمهم لإمارة جبل لبنان، إذا يأذنا من هالتركيبة هيدي نقولها ببساطة. وأنا بقول لك للأسف نعم بعضنا يأس من التركيبة اللبنانية، يأس من هالتركيبة مين هيدي. يعني مين
اللي كلنا سوا بتنتهي. كلنا سوا خلينا لك اياها يمكن بدها تركيبه جديده هان خلينا نروح نطرحها بهالشكل هذا. طيب دكتور ليش هيك اليوم في وكأنه جو سائد بأنه حلفاء الجنرال عون أمل وحزب الله حريصين على التمثيل المسيحي فيما تيار المستقبل وبمواقفه الأخيرة بدأ وكأنه منه حريص على التمثيل المسيحي الحقيقي؟ إذا بعد كل اللي حكيته بعد بحاجة لأشرح ليش نحن خليني أقول لك شغله. تيار المستقبل إذا كانت المسألة حرص على تمثيل الطوائف بطوائفها فهذا القانون اللي نحط باسم اللقاء الأرثوذكسي هو قانون مثالي. أما إذا الرؤية هي شو بكرة رح يؤدي هذا القانون أوكي فالتركيبة واضحة. أنا سأل أحد الشباب الأخوان سألني قال لي طيب خلينا نجربه لمرة واحدة. قلت له أنا عمل لك تجربته هو مثل واحد حط الفرد براسه قوص جرب إذا بيموت ولا ما بيموت ماشي الحال يمكن احتمال في 10% 5% ما بعرف قديش إنه يعيش ولكن بيطلع رايح ثلاث أرباع دماغه أو بيموت. فإذا كان هاي هي التجربة نعم أنا بالنسبة لي كمواطن وعندي حرص بعض الأحيان مرضي بعض الأحيان وأبناء محيطي بيسموه أنه مرضي على مش الوجود المسيحي الوجود الباسيف السلبي اللي ما له دور لا الوجود المسيحي الفاعل والقوي والمتغطرس بقلب البلد. كيف يكون هذا الوجود المسيحي القوي والفاعل نعم. إذا منعط حقوقه بقدرته بوجود ما بينعط حقوقه بياخد حقوقه بالوجود الاجتماعي والوجود الثقافي والوجود الاقتصادي والوجود الفاعل على المستوى قدرت انه الناس كميل شمعون الله يرحمه كان في عنده ناس مقايدين بقلب طرابلس ما بس كان عنده حزب موجود بقلب طرابلس كان في ناس تسميه فتى العروبة الأغاربة هيداك الوقت ومبسوطة فيه وبتحبه. الحكيم دكتور سمير جعجع بفترة من الفترات صار عنا طلع في عندك ناس بقلب مدينة طرابلس صرنا يقولوا نحن ما بقدرنا نفوت بتيار المستقبل لأنه مواقفه منا كتير قوية بدنا نروح نفوت بالقوات اللبنانية. طيب إنه هيدي هالفرصة التاريخية اللي وصلنا لها هالفرصة التاريخية ما فينا نروحها بهالشغلة هذه. بالعناوين السياسية هل تبدل شيء ما دكتور علوش؟ يعني اللي خلى ابن طرابلس يمكن يشوف بالدكتور جعجع مثال لتطلعاته. طب ما بعد يمكن دكتور جعجع ما غير بمواقفه السياسية؟ لا ما غير بمواقفه السياسية بس قانون الانتخاب بيؤدي إلى نتيجة والنتيجة اللي نحن شايفينها كمان هاي الهواجس سبعتنا تبعتنا كمواطنين. بقول لك أنا ما منها هاجس لا سني ولا شيعي هاجسي كمواطن بيعبر عن جزء كبير من المواطنين اللبنانيين جزء كبير ما بعرف قديش هي طائفة الناس الخايفين على بلدهم ماشي بيؤدي هذا القانون إلى هالمحل هذا اللي بدي لك. رح نتابع بالحوار ونسأل شوي شو اللي صار بالأمس بين أوكي. المستقبل والرئيس نبيه بري لكن بعد الفاصل الإعلاني. مجددا نتابع الحوار. دكتور علوش كنت عتلين هم ردات الفعل على الفيسبوك يبدو انه مثل ما عم تقلي زميلي محاسن حدارة بانه ردات الفعل على الفيسبوك هي ايجابية جدا تجاهك متقبلين اللي عم بتقوله وعم بيقولوا اكثر من هيك انه انت بتمثلهم بطرابلس واللي عم بتقوله عن طرابلس وحقيقة الواقع في طرابلس هو الصحيح فحبيت طمن بالك. هذا بيأكد دنيس انه لازم السلطة انها تاخذ موقفها وتاخذ تكون حاسمه بهالموضوع هذا، السلطه هي مائعه او متواطئه. طيب كنا عم نحكي بالقانون الانتخابي، بالامس حصل لقاء بين تيار المستقبل والرئيس نبيه بري، اللي قراناه بالصحف انه الطرفين عبروا عن ايجابيه اللقاء، لكن عمليا يبدو ما صار في اي اتفاق على شيء ما. إيجابية اللقاء أنا حسب معلوماتي أنه طرحت الأمور بوضوح وبصراحة من قبل الأطراف
وكان يعني حوار، لكن هل حيطلع نتيجة؟ بقول لك يمكن يطلع نتيجة، ولكن بظل الجو العام اللي صاير يعني في دوغم صار حاكم كثير من المواقف، وأنا بعرف أنه التيار المستقبل بعده منفتح بشكل واضح نحو كل الخيارات إلا الخيارات الانتحارية اللي أنا بسميها خيارات انتحارية، أنه هذا وضع. ولكن في نوع من قبل كل شيء المزايدات الشعبوية اللي حصلت على مدى الأسابيع الماضية ومواقف عالية وأثرت على المواقع الشعبية، يعني الناس بشكل عام حتى المثقفين حتى الناس اللي متعلمة بيناتهم صايرة أخذ مواقف متشنجة وتأثرت بهالخطاب المؤذي بكتير محلات. تأذت 14 أدار 100%. لا لحلك شغلة، 14 أدار ما حدا يتغيب عن راسه، 14 أدار هي نهار 14 أدار سنة 2005 بس، هذا هو نهار، هذا التعبير الأساسي والحقيقي والعاطفي والبسيط عن 14 وكل أدار. كل ما حصل بعد ذلك من 2005 بعده لليوم كذبة. 14 أدار كان هيك، نهار 14 أدار دل شي شهرين ثلاثة هيك وبلش ينحدر شوي شوي، أوكي؟ بقيت الفكرة موجودة عند بعض النخب وبعض وكثير من الناس، ما تفكري يعني أنا بعدني عندي قناعة أنه 14 أدار 2005 يمثل رؤية الناس الأكثرية الحقيقية بقلب هالبلد، هيدي الأكثرية الحقيقية اللي طلع على مستقبلها. ولكن هون ما بقى عندهم ثقة انه في حدا ماشي ب 14 أدار من السياسيين على القليل. على كل حال يعني خير دليل اللي صار بالاسبوعين الماضيين. نعم. كنتوا يعني نموذج مثالي انه ما بقى حدا، ما معروف حدا مين مع مين وكيف التحالفات. وفعلا سمير جعجع التشرذمات اللي صايره قال ما يجمع 14 أدار هو اكبر من قانون انتخاب، وقلناها نحن اكثر من مره. نعم، هو تكتل القوات اللبنانيه. نعم، تكتل القوات اللبنانيه وشدد على ثبات التحالف ب 14 صحيح. أدار وهذا شيء بالنسبه لنا اساسي ومهم جدا جدا، وهذا باب لإعادة الحوار من جديد. وأنا بتمنى، هل ستتلقفوا هذا فتحة هالباب؟ نشي طبعا، وأنا بتمنى على القيادات العليا، هلا يعني هون أنا بمكتب السياسي القيادة حضرتك العليا. حضرتك منك من القيادات العليا؟ لا يعني. لا أنا حتى ما بسمي حالي قيادي، أنا ناشط بقوى 14 أدار أولا وبتيار المستقبل عضو بالمكتب السياسي. ولكن القيادات بتمنى عليهم اليوم، بتمنى عليهم على الأقل يعني بالأساس تبلش بتيار المستقبل الذهاب والبحث بعمق وبوضوح وبصراحة مع حلفائنا ب 14 أدار كليتهم سوا، ويوصلوا إلى قناعات 14 أدار اللي بلشت بال 2005. دكتور، الأنباء الكويتية تحدثت عن توتر بين المستقبل والقوات اللبنانية، هل وين؟ هذا التوتر لا يزال قائم على خلفية تبني القوات الاقتراح الأرثوذكسي؟ هذا خلاف حقيقي وخلاف ديمقراطي بوجهات النظر، وهذا الخلاف بينحل بالحوار. هذا الحوار، طيب ليش شو اللي مانع اليوم ما يصير الحوار؟ يعني نرى داخل صفوف 8 أدار لقاءات دائمة عم تحصل، دورية للتنسيق فيما بيننا. بس هذا اللي تمنيته بعد ما شاهدنا، يعني ألم يحتاج هذه الصورة المشرذمة اليوم اللي عم تظهرها 14 أدار فعلا ألا تستدعي لقاء بين الكل؟ 100% أكيد، نداء 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 عاجل إلى القيادات الرئيسية لقوى 14 أدار، اجتمعوا احكوا بصراحة، وإذا بدكم توصلوا ما حدا بقى توصلوا على نتيجة، ما بقى حدا ينافق على التاني. دكتور جعجع بآخر مؤتمر صحفي يعني عبر وقال إنه يمكن، وقال إنه حتى اللقاء الأرثوذكسي فيه شوائب، بس طب شو البديل الآخر؟ طب شو البديل اللي ممكن ينطرح عن اللقاء الأرثوذكسي؟ أنا بديلي طالما القوات والكتائب حكيوا اثنيناتهم أنه نحن مستعدين لنحكي بأي بديل، بديل على الأقل يأملنا اللي أملنا إيه نوعا ما اللقاء الأرثوذكسي. لك خليني أحكيها بوضوح، لا يوجد بديل مثالي
يجمع الجميع ويمثل عدالة التمثيل بظل وجود النظام الطائفي. بقلك اياها بكل وضوح، هذا عم نحكي على المستوى المواطن المواطنية السياسية. ولكن البديل بظل الواقع القائم هو الذهاب إلى مجلس الشيوخ. نقطع السطر. وما في مانع أنه مجلس الشيوخ يلي هو المجلس الطائفي، مجلس الطائفي هو نظريا مجلس الشيوخ بالعالم ما بتمثل طوائف إلا ببعض المحلات، بتمثل أثنيات بعض الأحيان، بتمثل مناطق، بتمثل فيدراليات، ماشي الحال كله تسوى. مجلس في مجلس الشيوخ بفرنسا بينتخب على أساس نسبي وينتخب بس مش على أساس، على أساس مجموعات ونخب مش على أساس. بس لنا خلينا نقول مشكلتنا هيك، بتروحي إلى مجلس بيمثل طوائف على أساس طرح القانون اللي فرزي لقاء الأرثوذكسي، وبهالوقت هيدا طالما بعدنا ما تخطينا عقبة معينة خلينا على القانون الدوائر الكبرى اللي بينص عليها الطائف، اللي هي هلأ نظريا شو هي؟ من دوائر نظريا هي 8 دوائر بالوقت الحالي، اللي هي المحافظات المعدلة أو أي تقسيم يدل المحافظ أساسه أنه يدل الناخب المسيحي ينتخب ممثل لإله مسلم، والناخب المسلم ينتخب ممثل لإله ناخب مسيحي. هيدي أنا رؤيتي ورؤية تيار المستقبل أيضا بهالاتجاه. دكتور هون استحضرني اللي حصل بالكورة، عندما حصلت انتخابات الفرعية بالكورة العدد القليل وقت اللي توجه إلى الصناديق من الطائفة السنية كان قليل. من الأسباب اللي وقتها يعني انعطت لهذا العدد القليل بأنه المعركة منا معركة، ما في مرشح سني كان بوقتها. طيب ليش سنة 2009 نزلوا عدد كبير وانتخبوا ما كان في مرشح سني؟ لأن المشكلة هي الحقيقة مشكلة عنا نحن، مشكلة عنا نحن مش بالطائفة. مين أنتو يعني؟ مشكلة عم نحكي بتيارنا. في كمان نوع من ردة الفعل كان بهذيك الوقت وبعض الاحتجاجات وهيك شيء كلها موجودة كانت، ما له علاقة انه ما ثلاثة نواب الكورة روم كل الوقت رح يضلوا هيك، ماشي الحال. انه ليش سنة 2005 انتخب أكثر عدد كبير؟ لانه روحية 14 إدار، روحية 14 إدار كان. سنة 2009 كمان انتخبوا بكسرة لانه بعدها المواجهة هي وين اليوم روحية 14 إدار؟ هذا اللي عم نحكي هلا، هذا اللي صار انه فتنا بسلسلة من الأمور والنكسات. أنا بعتبر أهم نكسة كانت شيء اسمه سينسين، لأنه أعطينا وهم خاطئ، حمل كاذب أوكي ووهمي لللبنانيين. ومن وقتها كل شيء عم تصلحي ما عم يركب، ما عم يركب. بعدهم هلأ بعيرونا الناس بالطرف الثاني أنه رحتوا أنتوا عملتوا كذا كذا. طيب ماشي الحال، للأسف لحد هلا ما أجا حدا وما أجا الوقت. أنا بعرف التفاصيل شو اللي عملت السينسين بحذافيرها، بس بعد ما أجا الوقت ولا الشخص اللي يجي يحكي يقول بالضبط شو اللي عمل السينسين بها وشو الهدف منه، بس جاي الوقت لأنه. هل نحن أمام مأزق برأيك؟ نعم نحن أمام مأزق على المستوى الوطني. أنا من أكثر من سنة بأكثر من جلسة ومناسبة على مختلف المستويات قلت أنه المنطقة كلها تسوى رايحة نحو تغيير هائل وجذري جغرافيا وديمغرافيا، جغرافيا وديمغرافيا. وأنا ما بعتقد أنه بالأساس الناس بيقلك ساكس بيكو بعده ثابت، بالأساس ساكس بيكو ما كان ما تطبق مثل ما هو. ساكس بيكو قسم المنطقة بين القوى الإمبريالية بهيداك الوقت اللي كانت بين فرنسا وبين بريطانيا. هذا لم يمنع إنشاء لبنان الكبير سنة 1920 اللي هو ما كان ضمن ساكس بيكو، ولم يمنع إنشاء فلسطين، إنشاء دولة إسرائيل اللي كانت نظريا انها من ضمن الساكس بيكو، كان جزء من وعد بلفور. فلهيك عمليا قبل كل شيء ساكس بيكو ما كان منه قائم هلا بالوقت الحالي. وانا ما بعتقد انه الامور ثابته، لانه التحولات القصريه اللي عم تصير، اللي على الارض عم تصير واللي متروكه
على غاربة أن تهتري منا لحالة على طبخة طويلة الأمد قد تؤدي إلى تغييرات ما لح نقدر. يعني بيجيك حدا بعدين بيقول لك هذا هو الأمر الواقع، تفضلوا شوفوا كيف بدكم تقبلوا. يعني التحاليل اللي عم بتقول انه الانتخابات قد لا تحصل او قد تؤجل الى ما بعد حسم الأزمة السورية الى بعد ما تستوي الطبخة القائمة على المستوى الاقليمي كلياته سوا. بس بعطيكي مثال، الحراك القائم بالعراق الان من مسألة الحكم بالاعدام على الهاشمي الى الحراك الانباري بالوقت الحالي إلى الاستقلال المتزايد لأقليم كردستان من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العملية، إلى الحراك اللي صاير الكردي بشمال سوريا بأقصى بالشمال الشرقي تبع سوريا، إلى كل هالتفاصيل هيدي، إلى الحديث عن الأقليم اللي قد يلجأ له النظام بآخر الأمر بسوريا، الساحل. إلى المعطيات اللي بعدها ما توضحت شو لح يكون موقف إسرائيل والعدو الإسرائيلي، كل هذه الأمور بعدها تنتظر الأشهر القادمة لحتى تقول كلمة النهاية. يعني صحيح ممكن تتأجل الانتخابات بانتظار أن تبت كل هذه الأمور. ما بعرف. دكتور، مرقنا هيك بشكل عرضي على اللقاء اللي صار بين تيار المستقبل والرئيس بري، حكى عن يعني في طبخة عم بيشتغل عليها الرئيس بري، هي الخلط بين النسبة والأكثرية، وهذا اللي كانت بلشت اللجنة الفرعية تبحث فيه على أساس أنه يستكمل هذا الموضوع بعد التواصل مع قياداتها في الأسبوع المقبل. كتيار مستقبل ماشيين أنتوا بهذا الخلط بين النسبة والأكثرية؟ برجع بقول لك التفاصيل هي اللي بتعمل الخلاف، مثلا بين خلط بين النسبة والأكثرية. وعلى فكرة على عكس ما الناس كلها متوهمة، نحن هلأ بنظام بين نسبة وأكثرية. هلأ القوانين اللي ماشية مش من الطائف من الاستقلال بلبنان، هي نظام بين نسبة وأكثرية. لما بتقولي أنا نسبة المسيحيين على المسلمين بالمجلس النواب هالقد، هذا مبلش أنت بنظام نسبي وعم تركبي فوق أكتر. فلهيك نحن النظام القائم هو نظام نسبي. هلأ الأنظمة اللي عم يحكوا عنها الخلافية على التفاصيل، قديش نسبة الأكثر على النسبي والعكس بالعكس. وهذه التفاصيل هي بغياب أي قانون في يقول عنه الواحد هذا قانون وطني ديمقراطي ليبرالي، وطني قانون ديمقراطي ليبرالي، لانه ثلاث شغلات اوكي اذا بدك تخلطيهم مع بعضهم غير موجود. فلهيك كل مجموعه من المجموعات وحقها تسعى الى كيف تضمن اكبر عدد من النواب لها. تتفهم هواجس النائب وليد جنبلاط خصوصيات الجبل؟ لا ما بتفهم. انا بتفهم علما انه كتار من زملائك بتيار المستقبل يعني ما بتفهم. انا بتفهم بس كيف ان هواجس الاقليات النظريه بتفهمها بس بان تقدر تكون تنتقل لمرحله المواطنيه. وانا بقول لك للاسف نحن بهالبلد هيدي الاكثريات تتصرف كاقليات، تتصرف مجرد انت ما تحافظي على تضبي جناحك على بعضك وتقولي أنا أنتمي إلى هذه الطائفة أو هذه المجموعة تصرفتي كأقلية. لما بتقول أنا مواطن لبناني بقلب هالبلد هيدا، ساعتها ما بقى الأكثر الأقليات أقلية، ما بتعود أقلية. يعني ما بيعود ساعتها لا اللاتيني ولا السرياني ولا الكلداني ولا الأشوري ولا اليهودي اللي هن منهم موجودين عمليا بقلب هالبلد تقريبا أوكي، لأن 5000 على لوائح الشطب، بيقول أني أنا أنتمي إلى مجموعة بدها تحميني. بما تبقى لدينا من وقت حب أحكي عن الاستحقاق اللي ناطرينه ب 25 أدار، هو بدء جلسات المحكمة الدولية. نطالع بصحيفة الأخبار خلال هذا الأسبوع، يومين اليوم ومن يومين كان في أسماء لشهود انعلن عنا. هل هو تسريب من داخل المحكمة؟ كيف تقرأ هذا الموضوع؟ طبعا في ذات تسريب أو تجسس أو شيء،
ولكن جريدة الأخبار تساهم بحملة الترهيب والترويع لقد تطال الشهود لأجل تخريب بس هي اعتبرت أنه مجرد وضع هذه الأسماء لأنه هو حق عام الإعلان عن الأسماء هو حق عام الإعلان هي ما عم عن الأسماء وقت اللي بتعلن المحكمة بيصير حق عام أما هلأ هو الجماعة موجودين ضمن برنامج حماية الشهود مجرد إعلان هالاسم هيدا معناتها إذا موجود هلأ عم يكذر بقلب بيروت أو بقلب باريس أو بقلب بلجيكا بده يضل كل الوقت ماشي وعم يطلع لورا بده يخاف بده يخاف وقد يؤدي ذلك إما إلى انسحابه من برنامج الشهود أو أنه ما يعود يقدر يسترجي أو اللي بده يخاطر بيكون عمليا عم يطالب بإجراءات أكثر وأكبر لضمان حمايته لحتى يستمر بهالمحل هذا كمان بعد شهر يمكن تقريبا يستحق تمويل المحكمة نعم. الدولية نعم. الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفى بوعده حتى الآن نعم. والتزم بتمويل المحكمة الدولية نعم. بحصة لبنان نعم. هل برأيك يعني هذا الأمر سيتغير هالمرة؟ ما بعرف كمان هيدي بيرجع لإله هيدا التزام لبناني في يقول أني أنا يا أما مني قبلان بالالتزام يا أما ما عندي مصاري أوكي بتتسجل ديون على الدولة اللبنانية بالحالة هيدي أو بدو يأمنوا أو بدو يأمنوا بالطريقة ذاتها الميقاتية ما شفتوا له إياها للرئيس ميقاتي مع أنها هي نقطة لا إيجابية لا تسجل لرئيس لا لا أنا ما برجع بقول لك المحكمة بدها تمشي دفع ولا ما دفع ما هو القصة يعني أنا بالنسبة كان لي كان في ما يدفع ماشي كان في يعني نظرا للضغط طيب اللي كان عم يمارسه الفريق الآخر ما يدفع أوكي ما يدفع. كان ما يدفع شو بيتغير لحد المستمرة المحكمة ولكن الشيء المؤكد هو أنه النقطة الإيجابية هي في 4 متهمين يتفضل يطالب وزراء حكومته اللي موجودين وعم يقولوا ان نحن ما بنسلمون وهالقديسين يقول لهم يا حبيبي انتم يا بتسلمون يا ما فيكم تكونوا عندي بالحكومه يتفضل دكتور ملف النازحين شغل بال الحكومه اللبنانيه حمله معه وزير الخارجيه وايضا وزير الوزير وائل ابو فعور طلب لبنان مساعدة الدول حتى يعني سمعنا كلام ومواقف تنادي بإقفال الحدود باقتراح بإقفال الحدود لأنه لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل المزيد من الأعداد الإجراء اللي قامت فيه الحكومة الأردنية والحكومة التركية هو مخالف لكل الشرع الإنسانية ما هيدا مشارك ليش لانه اقفلت حدود نعم وقالت نعم انا هل ادبعت نعم نعم عملي هل ادفيه هيدا مخالف للشرع الانسانيه لانه عمليا هيدي قضيه مثل واحد عم يمد ايده غريق بتقولي له لا انا ما بقى فيني ماني قادر هيدي الشغله هلا ربما اذا وصل لمرحله انه هو يغرق اكيد وانا بعتقد بالتأكيد تركيا ما وصلت لمرحلة الغرق قادرة أنها تتحمل طيب لبنان مثل تركيا لكن لبنان قادر يتحمل لكن لبنان نعم عنده مشكلة أكبر بكتير وأنا بغض النظر عن الطروحات التعابير العنصرية اللي حكمت هالموضوع هذا لبنان يجب أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته مسؤوليته هي تأمين الأموال والوسائل لإدارة هذا الوضع وأنا على عكس كل اللي كان حكى قبل نعم أنا مع أن يكون هناك في مخيمات للإيواء لحصر الأمور اقترح هذه الفكرة وزير الداخلية يعتبر نعم. أنه هذه المخيمات رح تتحول إلى أماكن لتدريبات يعني معسكرات تدريب للثوار خليني أسألك إذا إجت نحطت تحت السلطة ليش ما نقال هالشي بتركيا؟ ليش ما نقال هالشي بالأردن؟ لأنه ضبطوا الوضع بتركيا كان الحال. في ضبط طيب أنت بتجي بتحطي ضبط كمان بهالشكل هيدا بقلب هالمحلات هيدي هيدي بتضحك ليش هلأ بالعكس إذا تركتيهم فيلتين بين الناس ما فيهم يفوتوا يخنشلوا هون وهون ويعملوا تدريبات وقصص من أنه هيدا شو هالحكي هيدا؟ شو هالحكي هيدا المضحك؟ بجد جد يا عمي هالحكي هيدا الشعبوي اللي بينرمى من كتير أيام على كلام على ألسنة مسؤولين يصير السخرية طيب ما أنت مسؤول روح حط ضوابط له
دكتور، شو رأيك بالتنسيق القائم بين السفارة السورية ووزارة الخارجية اللبنانية بهذا الملف تحديدا؟ يعني اللقاء اللي حصل بالأمس قيل بحسب البيان الرسمي يعني بأنه لأنه عم بيصير في تعاون في ملف النازحين لمساعدة النازحين. طبعا نحن يعني صار جدل عقيم بوين وزارة الخارجية هلأ قائمة، هل هي وزارة خارجية للبنان أو هي وزارة خارجية تابعة للنظام السوري؟ ونحن يعني متفقين أنه كل أجهزة النظام السوري أجهزة مخابراتية بكل تواصيفها، والسفير هون هو جزء من هالمخابرات هيدي، وفي كتير معطيات بتقول أنه شارك بالخطف المواطنين السوريين ويساهم بمراقبة التحركات السياسية وإلى آخره. خليني أنا أطلع من القصة هيدي. تتفضل، شو هي بالآخر التأثير على الموضوع هذا؟ هل هو تأثير إيجابي؟ هل هو ضمانة لحياة الناس ولا استقرارهم، لعدم أنه يموتوا من الجوع ومن البرد ومن القتل بسوريا؟ إذا هذا شيء بيؤدي لنتيجة خليها تعلم، بس ما تدل إجراءات سرية بين سفير وبين وزير. دكتور، المفتي الشعار لا يزال خارج لبنان. نعم. للأسف هو مهدد. طب ما في ثقة بأنه يتأمن له حماية داخل لبنان؟ قال سامحت المفتي اللي بوجه له كل تحية، وبالحقيقة مثل ما قال أبو فراس الحمداني، في الليلة الظلماء يفتقد البدر. فما في شك أنه بحاجة لوجوده تقله المعنوي بقلب المدينة. هو أعلن من عدة أيام أنه لا زال ينتظر ما الإجراءات اللي طلبها من الرئيس نجيب ميقاتي لتأمين الحماية. الرئيس نجيب ميقاتي اتصل فيه وتعهد له أنه ارجع، خليك تكون بين أهلك وبين، يعني هذا بهالقيلين اللي قاله المفتي الشعار بيقول يا أما هو ما أعطي التطمينات الكافية ولا الترتيبات الكافية، أو أنه عمليا ما قال له الرئيس ميقاتي أنه كل الأمور مضمونة. فلهيك عمليا خليها ترجع للمفتي الشعار، لأنه بظل نتذكر اللي حصل للشهيد جبران تويني. أوكي. إجا للشهيد يعني أنطوان غانم، أنا بتذكر شفته قبل بضعة أسابيع كنا بأبو ظبي، وكان ما عم يقول لي أنه خايف على حاله. الله يرحمه. الله يرحمه، ما أطيبه وشو آدمي. صحيح. يعني أنا برجع بقول لك أنا إنسانيا هذا زلمي ما في أطيب منه. تعرف شو قال لي؟ خايف عليك يا مصطفى، خايف عليك يا مصطفى، كيف ترجع على لبنان بهالوقت هيدا؟ طيب مش يعني مش للأسف أنه هاي الروحية اللي كانت داخل 14 أدار ليش اليوم عم تتحول إلى تجاذبات وتشرذمات قد تكون لأسباب غير مبررة؟ أخوتي وأحبائي وأصدقائي مدى العمر كلياتهم سوا، ما لح يتغير هالشي. هذا خضنا نحن نضال مشترك، تعرضت حياتنا كلياتها للخطر وواجهنا ووقفنا، ونحن لح نضل نواجه ونوقف. خلينا نتخطى هالمرحلة الصعبة، ما نفوت بشعبوية شعبوية برتقالية فرض علينا بأي مرحلة من المراحل. إذا كان الهدف هو بقاء لبنان بصيغة البطريرك الحويك الله يرحمه، الله يرحمه لهالرؤية بهذيك الوقت، ويا ريت نقدر نحافظ على الأرث اللي تركوا لنا كمسلمين قبل المسيحيين. أنا بصراحة بقولها هلأ ولا حرجع عيدة، إرث لبنان اللي عمله البطريرك الحويك هو عطى المسلمين الخيار والقدرة أنه يعيشوا بمجتمع متعدد، استفادوا منه آلاف المرات من لو كانوا عايشين بمجتمع وحادي الرؤية سياسيا مثل ما حاصل بسوريا على مدى 40-50 سنة الماضية، أو مذهبيا. أنا بقول لهم على المسلمين المحافظة على إرث البطريرك الحويك. طبعا بلبنان ننتظر ماذا سيحصل في سوريا لنرى ماذا سيحصل في لبنان وفي الانتخابات. ماذا سيحصل في سوريا؟ أين تتجه الأمور؟ الاتجاه اللي أنا قلته وللأسف بتمناه
وهلا في كثير ناس رح تقوم تفرقع حول هالقصه هيدي، ان يذهب النظام اللي ما بقي منه شيء الا الاسم ولا الشبيحه، ان يذهب الى خيارات دراماتيكيه، يروح يلجا الى الاقليم الساحلي وينعطى مجال حقنا للدماء. لا قيام يعني الدولة العلوية، لا مش قيام الدولة العلوية، إلى إنشاء استقرار مؤقت وجزئي أو مش استقرار مؤقت لحين إجراء الانتخابات، لحين إجراء حوار على المستوى الوطني السوري خارج إطار البارودة المرفوعة وخارج إطار الاستهداف والخوف الطوائفي والمذهبي، ومن بعدها بيقرر الشعب السوري شو بده. أما بالوقت الحالي إذا استمرت المعارك وأصرار إلى النهاية بهالحالة هيدي، فما ينتظر سوريا هو مئات ألاف الشهداء من مختلف الطوائف. بدي افتح بس هلالين بما تبقى لدينا من دقائق، يعني يبدو أنه ملف مخطوفي أعزاز عاد وفتح، نعم. والمساعي اللي عم بيقوم فيها الرئيس سعد الحريري، نعم. تستكمل، هل من جديد على هذا الصعيد؟ نعم، هناك مساعي جديدة بهالاتجاه هذا متجددة، وأنا برجع بأكد هذه مسألة وطنية. أي لبناني يخطف بأي مكان بالعالم هو مسألة وطنية تخص كل اللبنانيين، فاللي عم يقول فيه الرئيس الحريري هو بهالاتجاه هذا وبهالإطار. وأنا بقول لا الخاطفين بسوريا، إذا كانت الهدف هو حماية أو الذهاب قدما نحو تحرير سوريا من طغاطة، فهذه نقطة سوداء بملف الثورة السورية. بتمنى وبترجى، وبيعرفوا أني أنا من أي منطلق عم بحكي، بترجى الخاطفين إطلاق سراح المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن الاتهامات اللي عم يقولوا عنهم بدون أي مقابل، لحتى ما تبقى هيدي النقطة سوداء على جبين الثورة السورية. دكتور مصطفى علوش، عضو كتلة المستقبل، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بذكركم بأنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا الـ MTV Lebanon News على موقع تويتر، وـ MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.